السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. موريتانيا تطلق النسخة الخامسة من مؤتمرها الدولي حول النفط والمعادن بمشاركة عشرات الشركات الوطنية والعالمية. نواكشوط تحتضن أعمال الندوة العامة السابعة للجنة المغاربية للكهرباء بمشاركة عدد من الشركات تمثل بلدان المغرب العربي. هيئتان حقوقيتان تخلدان ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة نواكشوط وتنتقدان الأوضاع الحقوقية بموريتانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض موريتاني لقطاعي النفط والمعادن وسط مشاركة عشرات الشركات العالمية. وتشهد هذه النسخة مشاركة عديد الشركات العالمية معظمها مختصة في مجال التنقيب عن النفط واستغلال المعادن. اليوم كان الافتتاحية الفعلية للنسخة الخامسة من مؤتمر موريتاني أو المؤتمر الموريتاني حول الطاقة والنفط والمعادن أو الغاز والنفط والمعادن. طبعا هذه النسخة الخامسة بمشاركة 30 دولة ممثلة في 1500 شخصية، وطبعا هذا النسخة الخامسة افتتحت من طرف الوزير الأول الموريتاني طبعا وبحضور وزير الطاقة والمعادن، وكما حضر الرئيس الموريتاني أيضا وتشول في هذا المعرض الذي يشارك فيه حوالي 100 عارض هنا من شركات أجنبية ودولية وموريتانية. وكما تشاهدون هنا في الخلفية ربما من أكبر الشركات المشاركة في هذا المعرض هي شركة كوسموس إنرجي التي وقع اتفاقية مع موريتانيا في مجال الغاز، وكذلك شركة بريتش بتروليوم أو بي بي التي أيضا هي في شراكة مع شركة كوسموس في ذات المجال، أيضا بمشاركة شركة كيروس تازياس موريتانيا وبعض الشركات الأخرى الأجنبية وشركات موريتانية. وهذه كانت هذه أبرز الشركات المشاركة في هذا المعرض. هذه الشركات قدمت عروض حول كيفية التعاون مع الدولة الموريتانية في مجال استغلال الثروات الموريتانية في هذه المجالات المحصورة ما بين النفط والغاز والمعادن. طبعا هذه الشركات تحدثت عن عروض قدمتها لصالح الدولة الموريتانية ولصالح المستثمرين الأجانب الذين وصلتنا معلومات بوصول بعضهم هنا والمشاركة في هذا المؤتمر الدولي. لكن الشركات إلى حد الآن وفي إطار أسئلتنا لها ومحاولة الوصول إلى من يمثلون واجهة الإعلامية يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام، وحينما سألناهم وحاولنا الوصول إلى معلومات دقيقة حول ما تقدمه هذه الشركات من عروض ربما تساعد المواطن أو هي أهم المواطن البسيط مثلا حول اكتتاب او فتح لوظائف جديده تحد من البطاله في موريتانيا. هذه الشركات في معرضها هذا لا تقدم اي وظائف، لكن البعض يتحدث عن تقديمها لمشاريع ربما ستكون شراكه كبيره لصالح الدوله الموريتانيه. طبعا بطبيعه الحال شهد هذا المعرض ايضا او على هامش هذا المعرض اتفاقيه بين الدوله الموريتانيه وشركه توتال في مجال النفط او التنقيب على الاصح. محمد ناجي، قصر المؤتمرات، نواكشوط. من جانب آخر تسعى الحكومة الموريتانية من خلال مؤتمر ومعرض موريتاني إلى إبراز الفرص الاستثمارية لديها من أجل جلب المزيد من المستثمرين الأجانب خصوصا في أفق إنتاج الغاز على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال. وقد عبر الوزير الأول محمد سالم البشير عن التطلع إلى ترقية القطاعات المعدنية والغازية والنفطية في البلاد وإلى تشجيع الاستثمار. نتابع. على مدى 3 أيام تتواصل أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض موريتاني الخاص بقطاعي النفط والمعادن في موريتانيا، مناسبة تسعى من خلالها السلطات الموريتانية إلى إبراز الفرص الاستثمارية لديها وجلب المزيد من المستثمرين الأجانب خصوصا في أفق إنتاج الغاز على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال والمرتقب البدء فيه عام 2021. إننا ونحن نتطلع إلى إعلان القرار النهائي للاستثمار لأكبر مشروع لإنتاج الغاز بالمنطقة، وهو المشروع الذي نما وتطور
حضن منظومة تشكل مثالا فريدا للتفاهم والتعاون الثنائي وحسن الجوار بين بلادنا وجمهورية السنغال الشقيقة، لتحدون الرغبة أكثر من أي وقت مضى بتطوير الشراكات الجديدة. وتعبر الحكومة الموريتانية عن التطلع إلى ترقية قطاعاتها المعدنية والغازية والنفطية، وإلى تشجيع الاستثمار سبيلا إلى إحراز المزيد من التقدم الاقتصادي وجلب كبريات الشركات العالمية. إن ما يزخر به باطن أرضنا من ذروات معدنية وما تظهر نتائج حملات التنقيب المكثفة الجارية في مختلف مناطقنا الجيولوجية وحوضنا الساحلي من فرص واعدة، أمور تجعلنا نتطلع إلى مزيد ترقية قطاعات المعادن والنفط والغاز وتشجيع الاستثمار فيها من أجل الدفع بعجلة النمو والتقدم في بلادنا. وتحضر المؤتمر الدولي عشرات الشركات العالمية بينها كوسموس إنرجي الأمريكية العاملة إلى جانب بريتش بتروليوم البريطانية في مجال استغلال الغاز بموريتانيا. Prime Minister Bashir and the government here. أود أن أعبر عن امتناني للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز والوزير الأول ولكل أعضاء الحكومة للمساعدة الكبيرة التي يقدمونها لنا في مجال هذه الشراكة التي تجمعنا. وأستحضر هنا أول لقاء جمع بيني وبين الرئيس الموريتاني قبل سنتين، حيث قال لي: إذا واجهتكم أي مشكلة في مجال العمل يمكنك أن تأتي إلي مباشرة. وينعقد مؤتمر ومعرض موريتانيد بمشاركة أزيد من 1000 شخص إلى جانب 100 عارض و70 محاضرا من 30 دولة عبر العالم. وقعت موريتانيا وشركة توتال الفرنسية على 3 اتفاقيات، اثنتان منها حول الاستكشاف والإنتاج بالحوض الساحلي الموريتاني، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بتخصيص الشركة مبلغ 5 مليون دولار لدعم الطاقة الشمسية في مدينتي النعمة وكيفا. وقد وقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير النفط والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح، ووقع عن شركة توتال مديرها في أفريقيا كي موريس. اليوم موقعين 3 عقود مع شركة توتال، عقدين هما عبارة عن عقود استكشاف إنتاج في الحوض الساحلي، وكيف ما ذكر السيد الرئيس كان ان فتره فرقنا يشتغلوا وتوصلنا لاتفاق مع شركه توتال، وهذه العقود لا يعود ان شاء الله اضافه لنوعيه العقود اللي كانت عن توتال في المنطقه. العقد الثالث هو عباره عن صندوق لا يعود موجه اساسا للطاقه، وفي 5 ملايين دولار اليوم هذه الاتفاقية اللي وقعنا، ولهي توجه للطاقة وأساسا الطاقة الشمسية ومحطات النعمة ومحطة النعمة ومحطة النعمة الكهربائية اللي دشن فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الماضي، ومحطة كيفا زادية، كلهم اللي تعزز قدرات إنتاجه بقدرة إجمالية تبلغ إن شاء الله 3 ميجاوات خلال الصندوق الذهبي. من جانب آخر، شاد مدير شركة توتال الفرنسية بإفريقيا بالاقتصاد الموريتاني وبشفافية مناخ الأعمال في البلاد، مضيفا أن الثقة التي تمنحها موريتانيا لتوتال تدفعها للعمل بجد ومثابرة. إن الثقة التي تمنحها موريتانيا لشركة توتال تدفعنا للعمل بجد ومثابرة، خصوصا وأن توقيعنا لهذه الاتفاقيات اليوم يأتي في سياق يتسم فيه الاقتصاد الموريتاني بالقوة بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية، إضافة إلى شفافية مناخ الأعمال. وأريد أن أشير هنا إلى أن هذا العامل يعتبر مهما بالنسبة لنا كشركة دولية، ولا أريد أن أنهي هذه الكلمة المقتضبة دون التنويه إلى أن البروتوكول الذي وقعنا خلال هذه المناسبة يتيح وضع صندوق خاص بتنمية الطاقة
من طرف شركة توتال وفي إطار الاتفاق المشترك، وسيمكن ذلك بالخصوص من إكمال إمكانية العمل في مجالات أخرى لها علاقة بمجال اختصاص شركتنا العاملة في مجال الطاقة. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال الندوة العامة السابعة للجنة المغاربية للكهرباء، منظمة تحت عنوان الشبكات الذكية لتسريع إدماج الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي المغاربي. وتشارك في أعمال الندوة عدد من الشركات المغاربية تبحث مواضيع مختلفة بينها رهانات إدماج الطاقة وتطوير تسيير الشبكات والمتطلبات الفنية. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. لجنة المغاربية للكهرباء تطلق في العاصمة نواكشوط أعمال ندوتها العامة السابعة حول الشبكات الذكية وتسريع إدماج الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي المغاربي، بمشاركة شركات مغاربية تسعى لإبراز تجربتها في مجال الطاقة والابتكار. من طرف زملائي في اللجنة المديرة للكوماليك، وأود هنا أن أشكرهم جزيل الشكر على هذه الثقة التي منحوني إياها. وقد تمت إضافة مهمة أخرى موازية لهذه الندوة لأول مرة، ويتعلق الأمر بتنظيم معرض دولي حول الطاقة في المغرب العربي. وأرجو أن يكون تنظيم هذين الحدثين البارزين مرضيا. استعرضت موريتانيا إنجازاتها في مجال الكهرباء الذي تقول إنها انتقلت فيه من مرحلة العجز إلى مرحلة التصدير، وعززت قدرتها الإنتاجية في هذا المجال. هذه العشرية الأخيرة حيث تضاعف مرت موريتانيا من حالة عجز حتى أصبحت في حالة تصدير الكهرباء لبعض الدول المجاورة خاصة السنغال ومالي، وذلك عن طريق تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء في موريتانيا، وذلك عن طريق المحطات الحرارية. ويقام على هامش الندوة المغاربية للكهرباء معرض تشارك فيه شركات مغاربية عاملة في مجالات مختلفة بينها الكهرباء والغاز لعرض تجاربها وخبراتها. جي في إطار مساهمة تونس وشركة الكهرباء في تطوير نشاط اللجنة المغاربية في التعاون مع البلدان المغاربية لتطوير المنشآت، تطوير بنية تحتية كهربائية. وهذا مش جديد، لأنه اللجنة المغاربية هي عندها الآن تقريبا 30 سنة تعمل بطريقة متواصلة. احنا اليوم فرحين لنكون في موريتانيا في البلد الشقيق اللي عندنا علاقات كبيرة معه، سواء في علاقات تعاون أو علاقات أخوة. تبحث الندوة المغاربية للكهرباء على مدى يومين مواضيع مختلفة، كانعكاس إدماج الطاقات المتجددة على استغلال الشبكات والنظم الذكية في الطاقات المتجددة بالمغرب العربي، إضافة إلى نقاش الفرص المتاحة والتحديات المشتركة القائمة. إلى شأن منفصل، حيث قال رئيس هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم وتعزيز السلم الاجتماعي إبراهيم البلال إن موريتانيا تنتهك فيها كافة الحقوق بشكل يومي، وإن ذلك يأتي من طرف من كان عليهم العمل من أجل المحافظة على هذه الحقوق. وأضاف البلال خلال نشاط نظمته هيئة الساحل بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن موريتانيا تسير في الاتجاه الأسوأ، داعيا إلى العمل على إعادة الأمور إلى مكانتها الحقيقية. إن القانون الدولي يمتلك قوة ومكانة فوق القوانين المحلية، لذلك الدولة الموريتانية ملزمة بهذه القوانين. وللأسف الشديد وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نقولها بملء في بنيابة عنكم أن موريتانيا تنتهك فيها كافة الحقوق للأسف الشديد،
يوميا نرى الانتهاكات والتي تأتي من كان عليهم المحافظة على هذه الحقوق هم الذين ينتهكونها. للأسف الشديد رأينا منها في هذه السنين الأخيرة، ولا يعني ذلك أن السنين التي قبلها كانت أحسن، لكن للأسف الشديد نحن نسير في اتجاه الأسوأ، وهذا شيء أقوله لكي أدعوكم جميعا إلى العمل على إعادة الأمور إلى مكانتها الحقيقية. وندد والبلال باعتقال النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرامول الداهو العبيدي واصفا سجنه بالتعسفي، وطالب السلطات بإعادة النظر فيما سماها الانتهاكات مضيفا أنها لا تخدم الوطن. نحن نندد بالظلم، نندد بالقهر، نندد بسرقة المال العام، نندد بكبت الحريات في كافة المجالات، نندد بالسجون، نندد بالسجن التعسفي الذي يتعرض له النائب بيرامول الداهو العبيد، ونطالب السلطات بإعادة النظر في مثل هذه الانتهاكات، لأنها للأسف الشديد لا تخدم الوطن. ونحن ما يحدونا وما 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 يحركنا هو حب الوطن وهذا الوطن، وبالتالي ليس لنا وطن آخر، بالتالي لسنا بحاجة إلى وطن ملطخ بالانتهاكات بأشكالها وأنواعها. لذلك نطالب بإعادة النظر في هذه الانتهاكات بصفة عامة. وخلال النشاط المخلد لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عرضت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم وتعزيز السلم الاجتماعي فيلم أحياء أموات للصحفي سارك عبد الله، وهو الفيلم الذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل تحقيق قصير لشبكة أريج للصحافة الاستقصائية بالأردن. اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هيئة الساحل من خلال لجنة حقوق الإنسان في هذه الهيئة نظمت هذه الندوة وعرضت فيها فيلم تحقيق أحياء أموات، وهو فيلم أعددته يكشف تجاهل وكالة التضامن العمومية للعبيد المحررين، وقد عرض اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة حصوله على جائزة أفضل تحقيق قصير عن شبكة أريج للصحافة الاستقصائية في الأردن في آخر ديسمبر. ونحن اليوم في 2018 ونتحدث عن واقع العبيد المحررين، وهو واقع سيء للغاية في ظل وجود وكالة بميزانية 20 مليون دولار ولم تتحرك من أجل تغيير واقع هؤلاء. هيئة الساحل في هذا اليوم عرضت التحقيق للجمهور الحاضر، والآن يجري نقاشه وسيتم نقاشه فيما بعد، وسيتواصل هذا النقاش من أجل يعني لفت انتباه الجهات المعنية عن هؤلاء من أجل تحرك وتغيير واقع. دعا المحامي والناشط الحقوقي طيب المحمود الإدارة الموريتانية إلى السعي لتفعيل النصوص القانونية كي تكون لها جدوائية وتخفف من عبء ضغط مطالبات المنظمات الحقوقية. جاء ذلك خلال ندوة نقاش نظمتها مبادرة بعاث الحركة لنطاقية إيرا بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 من شهر ديسمبر. طالب بي يعني تسعى الإدارة بعنها تفعل نصوصها القانونية، حتى وإن كانت هذه النصوص موجودة، بعض النصوص يجب تفعيل هذه النصوص لكي تكون عندها جدوائية وعندها فائدة، ولكي تكون تخفف من عبء المنظمات والحركات التي تطالب بإزالة هذه بعض من المخالفات الموجودة في النصوص. مسألة أيضا أساسية عن منين على الأقل نجبر، لأنه هو ليش نتكلم عن هذه المسائل تنزيلها، لأن نحن هذه النصوص موجودة مجموعة من النصوص في هذه الاتفاقيات الدولية، يعني ما نحن ما نناقشوها من خلال المسائل اللي نعيشها يوميا، ما نفهمها المسائل اللي موجودة فيها النصوص، لأنك حق تمدرس موجود نص عليه هاي الإعلان. أنا منين نقيس المدرسة؟ مش اللي يشيل المدرسة دار، لين يجي المدرسة
لا يعود معلم ما طلع ولا جاء لا يجي دقيقتين ويمشي. والله ما ينصح مولي ما يقدم الدروس والمحاضرات الأساسية من أجل أن الطلبة يحصلوا على المعرفة. وقد تركزت الندوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد الأساسية التي ينص عليها ومقارنة ذلك بالواقع الحقوقي في موريتانيا. شفتوا نحن اللي نعود اليوم في 70 سنة وراء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 73 سنة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ونعود اليوم في العالم اللي شاهد قفزة في اللي قالوا مجال الحقوق ومجال التمتع بها. حتى انا اليوم مثلا لين نقول حد منكم عن من 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 واجبات الدوله الاساسيه عنها تعود توفر حدائق عامه ياك تركتكم يلعبوا بها في بيئه نظيفه، بيئه متكايسه امنه. هذا اللي نقول لحد منكم اليوم، لا ليش شك عني جواق. وهو تعرفوا لماذا شك عني جواق به؟ اللي الحقوق الاساسيه قاعد اللي سابق ذاك هو ما توصل لها. معناها وين المدرسه؟ وين الصحة؟ وين حرية التعبير؟ وين الحق في الولوج الإعلام؟ وين المشاركة في الاقتصاد؟ المشاركة في الثروات؟ هذه الحقوق الأساسية اللي سابق بعد أحد ما عاد مشارك فيها وحاس بها أنا موجودة، وعنه هو يعامل أومبيا دقاليتي معناها في نفس الدرجة على المواطنين الآخرين، معناها عن الحقوق الأخرى اللي عرفنا نحن عنها كمالية. كيف تحدوا توف لورك حد مثلا ما قطعت عنده نبيقه، هذه ما قدرت تخمن تعود عنده آيفون مثلا. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال مؤتمر للإبداع الشبابي شارك فيه ممثلون عن عدد من الجمعيات الناشطة في مجال العمل الإنساني والاجتماعي. وتضمن المؤتمر محاور بينها التكوين المعرفي والعمل الطوعي إضافة إلى ريادة الأعمال والحوار الثقافي. إن المؤتمر يختم اليوم أعماله تناول بالدراسة والتحليل والنقاش البناء من خلال إثراء للمحاور الأساسية للمؤتمر. كان محوره الأول هو التكوين المعرفي، كانت عناوين هذا المحور الرئيسية وسائل التحصيل وعوائق التحصيل وآفاق وحلول التحصيل. أما المحور الثاني فكان العمل الطوعي، خضنا فيه تجارب جمعيات رادة في المجال، جمعية الإرادة ثم جمعية يدا بيد ثم جمعية قلوب محسنة. كان المحور الثالث ريادة الأعمال، عالج هذا المحور عنوانين رئيسيين وسائل وعوائق الريادة واستعراض لأحد التجربة. الحوار الثقافي لم يكن هو الآخر وأقل شأنا مما سبق، فقد استعرضت فيه أكبر جمعية في موريتانيا. أكدت لجنة العلماء والأئمة المشرفة على جمع توقيعات الرسالة الموجهة للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز لمطالبته بإعادة فتح مركز تكوين العلماء أن عدد الموقعين تجاوز 400 عالم وشيخ محضرة يمثلون مختلف مناحي الوطن وأعراقه ومشاربه الروحية والفكرية. وطالبت اللجنة مجددا الرئيس بإعادة فتح المركز كي يتمكن القائمون عليه من أداء رسالتهم ويتمكن طلابه من مواصلة مشوارهم التعليمي. ويحتج عدد من طلاب ومدرسي المركز أسبوعيا أمام وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للمطالبة بإعادة فتح المركز. إقليميا، حضرت الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي دخول أراضيها، حيث وضعته وأسرته على القائمة السوداء الخاصة بالقادة الأجانب الضالعين في قضايا فساد كبرى أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدانهم. ويقيم جامي منذ تنحيه عن السلطة عام 2017 بوساطة من الرئيسين الموريتاني والغيني بغينيا الاستوائية. نتابع. الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي يحظر عليه دخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد وضعه وأسرته من طرف واشنطن على القائمة السوداء الخاصة بالقادة الأجانب الضالعين في قضايا فساد كبرى أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدانهم.
وتشمل القائمة المحظورة يحيى جامي وأفراد أسرته ممثلين في زوجه زينب يحيى جامي وابنيه محمد ومريم جامي. ويوجد الرئيس الغامبي السابق بغينيا الاستوائية منذ تنحيه عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب آداما بارو في يناير عام 2017. ويتهم جامي من طرف النظام الحاكم في غامبيا والعديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية بانتهاكات حقوقية كبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 سنة ارتبط خلالها اسمه بالقتل والإخفاء القسري والاعتقال. وقد عبرت في وقت سابق عدد من الهيئات الحقوقية عن السعي إلى محاكمته على الانتهاكات الحقوقية التي تلاحقه. وإلى جانب تهمة الانتهاكات الحقوقية فإن جامي يتهم كذلك بالفساد، وقد أعلنت السلطات الحاكمة في بانجول عن تشكيل لجنة تعنى بالتحقيق في ممتلكاته بالداخل والخارج. وأفادت تحريات سابقة للعدالة بأنه يملك 88 حسابا بنكيا و15 شركة، ويتهم بسحب 44 مليون يورو من ميزانية البلاد لدى مغادرته السلطة. وقد عرضت السلطات قبل أشهر أسطولا جويا من 3 طائرات كان يملكها للبيع، إضافة إلى عديد السيارات الفاخرة. ويعيش أزيد من نصف مواطن غامبي تحت خط الفقر، ووصل حجم مديونيتها نهاية العام 2017 130% بحسب تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. موريتانيا تطلق النسخة 5 من مؤتمرها الدولي حول النفط والمعادن بمشاركة عشرات الشركات الوطنية والعالمية. مقشوط تحتضن أعمال الندوة العامة 7 للجنة المغاربية للكهرباء بمشاركة عدد من الشركات تمثل بلدان المغرب العربي. هيئتان حقوقيتان تخلدان ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة مقشوط وتنتقدان الأوضاع الحقوقية بموريتانيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.